السلام عليكم. أنا لما نسأل أنت إيش، مرات أحس كده ما أعرف إيش أرد أو إيش أقول. فأول شيء أنا أم، رائدة أعمال، شيف، أخت، صديقة، أعمل أشياء مرة كثير. اليوم جاي أتكلم معاكم عن مسؤولية تحمل القرار. من يوم ما ننولد والقرارات بتتاخذ عننا من وإحنا صغار، الأم والأبو يقرروا لنا إيش حناكل، إيش حنشرب، إيش حنلبس، وعن شوية شوية نبدأ نأخذ إحنا قراراتنا بنفسنا. أنا I exercise هذا الشيء مع بنتي اللي عمرها 4 سنين، وأديها حرية القرار في إيش تلبس. طبعاً مين أمهات هنا؟ في أي أمهات؟ ما في؟ أوكي. هذه الحركة جداً جريئة، إنه تقولي لها أي شيء تبغى تلبسي البسي، بس بخليها وهي بتتحمل نتيجة القرار حقها. المهم فجأة نصير إيش في الجامعة، ولازم نقرر قرار واحد حيحدد مستقبلنا القريب والبعيد. لازم نقرر إيش حندرس. مين متفق معايا إنه دراسة الجامعة تحدد المستقبل؟ في الواقع أوكي، أنا لا أتفق، لأنه الدراسة الجامعية اختيار. في جيلي أنا ما كان فلكسبل الوضع قد كده. دحين أنتوا صغار في الجامعة، قررتوا الشيء اللي تحبوه اللي تبغوا تعملوه. لكن لما أنا جيت للوالد، ما حقول لكم سنة كم، وقلت له أنا أبغى أدرس الطبخ، طلع فيه وقال لي نعم الطبخ ده تدرسي في مطبخ الوالدة، فين أدفع جامعة عشان تروحي تطبخي؟ لا طبعا. فقلت أوكي إيش أدرس؟ وقتها على حسب إيش العيلة أو تجارة العيلة، إحنا لازم ندرس عشان نشتغل في الفاميلي بيزنس، عشان ننمي، عشان نكبر. فدرست ماركتينج وبيزنس في أمريكا. في وقتها برضو أخذت كلاسز وكورسز في المجال اللي أنا يستهويني، بس هذا ستيتمنت أعمله، عمري ما أخذت شهادة جامعية أو شهادة كاملة من أي مطبخ أو أي جامعة تدرس الطبخ. رجعت السعودية واشتغلت في مجال الماركتينج، أديت نفسي 3 سنين كنت بأشتغل في الجفالي، بس ما كنت مبسوطة. كنت شاطرة في شغلي، بأعمل وبأنفذ وبأعمل التارجتس حقتي، بس ماني مبسوطة. سبت الشغل واشتغلت في شركة دعاية وإعلان، قلت creativity، نقلت من client servicing للكرياتيف. أديت نفسي فرصة. بعدين قررت أنه حستقيل. رحت للوالد وقلت له أنا حستقيل. طب إيش حتسوي؟ ما أعرف، أبغى أكتشف نفسي، لأنه أنا بشتغل وبروح الشغل وبرجع وبعمل شغلي أنا شاطرة فيه، بس ماني مبسوطة، ماني حاسة إنه أنا حققت شيء، إنه أنا أضفت شيء. فبطريقة أو بأخرى وبدعم الأسرة أخذت بنتي ورحنا نقلنا على لندن، وبدأت أعيد أكتشف نفسي.
طبعا ما كنت أعرف إيش أبغى أعمل، بس كنت حأعمل المستحيل عشان ألاقي نفسي. أنا إنسانة مرة كرياتيف، فقلت أدرس أشياء كرياتيف. درست فنون طبخ، بس كورسز أخذت تصوير، كرياتيف ثينكينج، وقت طويل في لندن. وبعدين حسيت كده أنه أنا بضيع وقتي، ماني عارف إيش بعمل، إيش أسوي. حصلت الظروف، نقلت على مصر مع أسرتي. أصحابي والناس اللي أنا بشتغل معاهم لهم في المطاعم، وبدأت أساعد كده. لقيت أن أنا شاطرة في الموضوع ده، أنا I'm good. بس لسه كان عندي العقبة في مخي أنه إيش حعمل فيها؟ حارجع السعودية، إيش أسوي؟ حطبخ؟ أوكي، خلينا نخلي an open mind ونشوف. رجعت السعودية وبدأت أعمل حفلات صغيرة للأهل وللأصحاب، catering. وبعدين لما بدأت أشوف الإقبال والناس قد إيش مبسوطة، صار أوكي it's working. طبعاً دائماً كان عندي عقدة النقص إنه أنا ما عندي شهادة طبخ، بس قلت وقررت إنه هذا الشيء بيبسطني وأنا مرة كويسة فيه فحكمل فيه. فوسعت النطاق وفتحت شركة كيتري. طبعاً في وقتها لسه ما كان كول الطبخ، يعني ما في سيليبريتي شيفز، يور نوت كول عشان انتوا بتطبخوا. ف مره ما كان معتاد انه بنت سعوديه تكون في المجال ده. بيسكلي اللي كنت بسويه، كنت بادخل بيوت الناس وباطبخ في بيتها مع الستاف حق البيت، طبعا باك اوف هاوس. الوالد أبداً ما كان عاجبه هذه الفكرة أبداً، وكنت كل مرة أرجع وأقول أحد كلمني بطريقة ما تعجبني. مرة واحدة اتهمتني أني أنا سرقت الملاعق والشوك حقت البيت. مرة واحدة زوجها دخل المطبخ وقال سوي لي فنجان قهوة. قلت له أوكي، I'm not paid for that, but okay. فكان عندي هذه طيب أنا قررت هعمل ده الشيء فحكمل. مع أنه في أوقات كثير كنت أرجع البيت وأقول أنا إيش بسوي؟ ليش بحط نفسي في الموقف ده؟ وبابا كان دائماً يقول لي يا بنتي يا بابا أنا حكمل في مشواري، هذا الشيء بيسعدني، أنا مبسوطة، أنا مبسوطة لما أشوف الناس تأكل أكلي وفرحانة، يعني يقولوا الله إيش ده؟ هذا أنا. في خلال هذا الوقت بدأوا الناس تقول لي طيب في شيء لازم أحكيكم القصة دي. أختي كانت بتجيني في البيت وأنا بحضر ولا أنا بأعمل أو شيء، قالت لي ليه ما تستخدمي شيء اسمه سناب شات؟ قلت لها نعم، إيش سناب شات؟ هذا زي فيسبوك؟ كمان قالت لي لا لا ومعرف إيش وتحطي طبيخ. وقتها ما أعرف يعني إيش، أفتكر كنا قاعدين في الصالون على الأرض، حطي الآب اعملي سوي وأبدأي. وبدأت وقررت أني أعمل الأكاونت حقي بابليك، إنستغرام حقي بابليك، وبدأت أحط الأكل اللي نطبخه، العزائم اللي نعملها، أولادي إيش الأشياء اللي أنا أسويها. وقتها عمري في حياتي ما تخيلت أني أنا أكون ماشية في الشارع كده وشخص عمري في حياتي ما شفته يجيني يتكلم معايا، يعرفني، يعرف بنتي، يعرف حياتي، يعرف إيش سويت أمس، يعرف إيش أكلت. ممكن ينتقدني، ممكن يحبني، ممكن يكرهني، ممكن يوجه لي كلام. ما يعني ما كان في لسه هذا العالم اللي اسمه سوشيال ميديا. بس قررت وقتها أنه لو حعمل شيء في السوشيال ميديا
دائما حتخيل بنتي بتتفرج علي، فما حقول شيء الا وانا مجربة، انا حقيقي بستخدمه، انه حقيقي ينفع لحياتي واسرتي وعيلتي. طبعا القرار ده يعني انه تقريبا 70 او 80% من الشغل اللي يجي من السوشيال ميديا انا ما اقدر اسويه، انا ما ينطبق على حياتي، ولا انا ما استخدم كده، ولا انا ما اسوي كده. بس هذا قرار قررته وجدا مبسوطه الى اليوم اني انا عملته. يمكن ما كبرت في السوشيال ميديا عشان هذه الاشياء، ولكن انا مرتاحه. المهم هذا كله صار واحنا لسه بنسوي الكيترينج. بعدها وصلنا لمرحله في الكيترينج اللي هو نفضل هنا او نكمل الخطوه اللي بعدها. الخطوه اللي بعدها كانت افتتاح كافيه صغير في جده اسمه بي ام كي. باي ذا واي بس محمد خريجي مره ما كان عندي كرياتيفيتي، واحده من صديقاتي جاتني وقالت لي بسمة انا عندي بوتيك وفوق في البوتيك في كافيه تشغلي لي. قلت هذه طريقه اجرب فيها اكلي، مش ناس تدفع فلوس عشان تبغاني انا، هي حتيجي وحشوف الرياكشن على طول. فهذا كان بايلوت بروجكت للي انا ابغى اسويه في حياتي. المهم الكافيه لاقى استحسان الناس الحمد لله، وانا كنت اصحى الصبح مع التيم حقي نجهز كل شيء عشان نفتح الساعه 5، لانه ما كان عندي عماله كفايه، ما كان عندي مطبخ كبير، ما كان. ولكن قررت اني اصحى الصبح وادي اولادي المدرسه وابدا نفتح الباب الساعه 5. الحمد لله معظم الايام على الساعه 7 قفلنا. المهم اتشجعت وقلت يو نو وات، هفتح مطعم، ليش كافيه؟ ليتس جو هيد الخطوه اللي بعدها. وعملنا براندنج مش بي ام كي وسميناه ذا سوشيال كيتشن. ليش ذا سوشيال كيتشن؟ لانه انا اؤمن انه الاكل هو اللي يجيب الناس مع بعض. الطاوله اللي نجلس عليها هي الطاوله اللي نتكلم فيها، اللي تتناقش فيها مع اولادك، اللي تجلس فيها مع اصحابك. الاكل دائما يجيب الناس مع بعض، ففود از سوشيال. المهم بعد ما قررت افتح المطعم وفي نص مرحله البناء، المدير التنفيذي اللي هو كان بيعمل كل الشغل اللي انا ما ابغى اسويه قرر انه يسيب البلد. كلمني وقال لي انا ماشي، كان انجليزي الله يسامحه. المهم قلت تحدي بس اقدر اسويه، نو بروبلم، اقدر اضغط على نفسي زياده الاقي احد يساعدني. ويت فور ات. ثاني يوم مش انه اسبوع ولا شهر، ثاني يوم اكتشف اني حصير ام بعد 7 سنين. ف اتس لايك اوكي ناو وات. طبعا وقتها اضطريت اني اخذ قرار اني اوقف الشغل شويه عشان انا حصير ام، وهذا قرار كان جدا صعب لأنه أبداً مو من الذكاء التجاري أنك توقف مشروع عشان أمور شخصية. طبعاً اختياري ده أو قراري ده اترتب عليه تأخر المشروع، صرف فلوس زيادة، الشركاء مرة ما كانوا مبسوطين، بس أنا اخترت وقررت وكملت في قراري، واليوم أنا أعتقد وأؤمن أنه كان القرار الصح. المهم بعد ما ولدت على طول literally 19 يوم بنتي في اللفة وأنا على الموقع وبجري وبعمل وبسوي عشان لازم أفتح المطعم ولا خلاص. المهم قبل الافتتاح بشهرين جاتني مكالمة، السلام عليكم. عليكم السلام، بسم الخريجي. أيوة نانانانانا. نبغى نعمل معاكي برنامج في التلفزيون طبخ. الله طيب
يا سلام، ليش لا؟ فقلت طيب متى المشروع حيبدأ؟ متى البرنامج حيبدأ؟ حنصور في الوقت الفلاني، أوكي حينفع، حفتتح المطعم بعدها بقد كده، أوكي مو مشكلة. وقعت كونتراكت وقلت يلا. اتأخر التصوير، وصدفت إنه التصوير والمطعم كانوا وقت نفس وقت الافتتاح. طبعاً هذا البرنامج أنا بسمة الخريزي، والسنة هذه في رمضان هقول لكم إيش أنا على شاشة الاسم. طبعاً ما أبغى أشرح لكم الأسبوعين اللي قبل الافتتاح، اللي هو تصحي الصبح تروح تصوري تخلص تصوير ترجع تروح المطعم تجهزي في المطعم وترجع وتروح الصبح. يعني ما أظن أني نمت، ما حقيقي حقيقي ما نمت، فصرت زي الإنسان المتوتر جداً. ودخلت المستشفى 3 مرات من dehydration، بس قررت I committed، وقعت contract فحكمل. مهم خلصنا من البرنامج وجاء وقت افتتاح السوشيال كيتشن. طبعا ما اقدر اقول لكم، يعني انا دحين وانا بتفرج ام بيكامينج ايموشنال، ما اقدر اقول لكم قد ايش هذا اليوم كان مهم لي، لانه it legitimizes what I wanted. يعني خلاني اقول انا مشيت في الطريق اللي انا ابغاه، مع انه كله كان بيقول لي ليش وعشان ايش وليش التعب وليش البهدله، لان بس سويت المطعم اللي حلمي من وأنا عمري 13 سنة أني أعمله وعملته الحمد لله. طبعاً أنا برضو رائدة أعمال، المطعم مشي حاله تمام وكله كويس، فكأي وحدة رائدة أعمال What's next؟ إيش هنسوي دحين؟ بدأت السوشيال جروب، بعدين فتحنا حاجة اسمها The Social Space. The Social Space فتحته مع أخواتي، وعشان أنا مو بس أبغى أعمل مطعم أو مطاعم، أبغى كمان أعمل events وأبغى أسوي وأبغى وأبغى وأبغى، فتحنا The Social Space، مكان للفعاليات الصغيرة وevents، ناس ممكن تأجره. And we did really well، كان ممتاز. بس بعد سنتين قررت أني أقفله، مو عشان إنه فاشل، بس عشان المجهود المبذول لا يساوي المردود. بعدها عملت ويب سايت، موقع لبيع المنتجات العربية المصنوعة باليد. يعني أي أحد بيعمل أشياء بيده، أو كرافتسمنشيب، أو تخيط أو تعمل، كنت أحب إني أجيبهم في مكان واحد وأحطهم على منصة. بس قفلته قبل ما أفتتحه، فشلت. أحد شايف أني فشلت؟ قررت أنه المردود المالي المتوقع لا يساوي الفرص اللي أنا قدامي. Not feasible
فيزبل لو ما كانت عندي فرصة تانية. جاتني فرصة يعني من أجمل الفرص اللي أنا عشتها, وهي موسم جدة. أنا كنت مسؤولة المطاعم والمشروبات, أنا فتحت المطاعم, فتحنا 14 مطعم انترناشنال, 157 لوكال كونسبت في 21 يوم. هذا برضو من الأشياء اللي ما نمنا فيها أبداً, وكان قبل رمضان, فلكم أن تتوقعوا الشغل في رمضان كيف. بعدها الحمد لله مسكت المطاعم والأكل في الكونسبت حق ميدل بيست في الرياض, وأكلنا 400,000 شخص في 3 أيام. طيب إيش يعني بقول لكم؟ إيش قلت؟ أفتح مشروعك في المشروع, أفتح مشروعك في المشروع, إيش بقول؟ حاول تلاقي شغفك, ومو عيب ولا غلط تلاقيه وبعدين تغيره. مو عيب إنك تكتشفه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. الحياة عبارة عن تجارب نتعلم منها. مو عيب إنك تفتح مشروع وتقفله لمن المردود لا يساوي المجهود. أهم شيء لو تقدر حاول تلاقي شغفك. دائماً ادرس المشروع وحاول تعمل بايلوت بروجكت إذا تقدر, بس ادرس سنة بدل ما تتحمس بسرعة وتفتح. تعلمنا السواقة صح؟ اعرف إمتى تشيل رجلك من البنزين قبل ما تخش في الحيط. ممكن تكون ماشي في مشروع, ممكن وماشي وداعس, بس لما تشوف الحيط مرة قرب شيل رجلك من البنزين, ومو عيب. مو غلط إنك تقول أوكي أنا ماشي كده بس لا حروح هنا, مو غلط. فيها repercussions, فيها ممكن خسائر, بس مو غلط. لما تاخذ القرار وتدرسه مظبوط, لازم تدي نفسك فرصة إنك تخوض التجربة صح, تديها 120%. طول ما أنت بتخوض تجارب بتجمع دروس وخصال ومواهب, استخدمها. أنا ما كنت أعرف أني أقدر أكل 400,000 شخص. بالنسبة لي أنا لما الرقم انقال لي قلت نعم حعمل حاجة السنة الجاية, إيش فيه يا جماعة؟ شكراً. عندك موهبة ثانية كمان. إيش؟ البابليك سبيكينج. أحد قال لك إياها قبل كذا؟ شكراً. تفضلي طيب عند نص المسرح علشان المخرج ما يزعل علينا يقول واقف عند الشاشة. أوف. عندي سؤال, وأنا أسمع كلامك باك ستيج كنت جالسة تتكلمين على موضوع إنه مو عيب إنك تكتشف شغفك بعدين اتخذ القرار, اتخذ القرار. ركزت كثير على هالنقطة, لكن السؤال لما الواحد يبدأ يكبر مع العمر اتخاذ القرار يصير أصعب؟ أعتقد المسؤوليات. يعني أنا دحين أم, عندي بنتين, عندي مدارس, عندي 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 عندي, فأنا لو بكرة قررت أني ما أبغى أشتغل في الطبخة بعمل حاجة تانية حيكون صعب, ولكن إذا حسيت أنه هذا شغفي وهذا الخطوة الجاية هعملها. طيب هذا شيء عظيم. ونقطة ثانية, إن شاء الله حيكون عندنا نسخة ثالثة تصيري سبونسر وتوفرين وجبات غذائية لكل الحضور السنة الجاية. ليش لا؟ بسم الخريجي يا جماعة. شكراً. تفضلي.